منطقة في القدس ومن على جبل الزيتون المقدس ومن موقع صعود يسوع المسيح وموطن قبر مريم العذراء وقبر الناسكة رابعة العدوية. أبى الزيتونة فلسطينية إلا أن تنبت احتراما وتشريفا باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في رمزية عالية أن للجزائر مباركة خاصة ليس فقط في قلوب الفلسطينيين وحسب، بل وفي ذرى مقدسات الأمة في جبل الزيتون في القدس الشريف. القضية الفلسطينية عدنا تبقى قضية مقدسة بالنسبة لنا وبالنسبة للشعب الجزائري. لقد كانت مواقف الرئيس الجزائري تبون تجاه فلسطين في هذا الزمن الرديء بمثابة ضوء ينير الوجدان الفلسطيني والعربي، الأمر الذي دعاهم إلى البحث عن تكريم لا يضاهى كأنه كوكب دري يتقد نورا من شجرة مباركة تضرب في أرض مباركة أصلها فلسطيني ثابت وفرعها جزائري في السماء. لذلك وبأيدي مباركة في هذا اليوم 21 ديسمبر 2020 قامت مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية بزراعة شجرة الزيتون التكريمية باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على جبل الزيتون بحضور شخصيات اعتبارية ووفد من مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية، تحقيقا لتوأمة فلسطينية جزائرية بين جبل الزيتون وجبل أوراس الأشم من أجل أن تبقى فلسطين عربية حرة، داعين أن تظل شجرة تبون بظلها لكل قلب جزائري آمن بفلسطين قضية له. من هنا من جبل الزيتون، من هنا من أصل الحكاية وبوابة السماء القدس الشريف، من أولى القبلتين وثالث حرمين الشريفين، من هنا من أول الحب وآخر الحب، من هنا من القدس نزرع شجرة الزيتون باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شخصية عام 2020 الداعمة للقضية الفلسطينية، الموقف الحر، الموقف الشجاع، الموقف الذي يملك فيه الثبات ويملك فيه الرؤية ويدرك قيمة فلسطين ويدرك قيمة أولى القبلتين. هذه الشجرة المباركة في هذا الجبل المبارك. برنامج فلسطين قضية الأحرار، فلسطين قضية كل الأحرار، فلهذه الشجرة رمزية خاصة بثلاث رسائل. الرسالة الأولى إلى الرئيس الجزائري رسالة تقدير ورسالة وفاء من هنا من القدس الشريف، الرسالة الثانية بأن هذه الأرض المباركة هي لنا الحق فيها، نزرع فيها كما شئنا. أصحاب الأرض ونحن أصحاب المكان ونحن أصحاب الزمان. فالرسالة الثالثة لكل أحرار العالم، من تكون البوصلة له القدس هو يدرك قيمة ذلك وسيسطر في التاريخ بأن من يملك البوصلة للقدس الشريف تاريخ سيحفظ كل من يحفظ القدس الشريف ويحفظ هذه البوصلة. شخصية العام التي تم اختيارها للرئيس الجزائري هي لوحة تعبيرية رمزية، لوحة نضالية، فنحن ندرك بأن شجرة الزيتون هي شجرة مباركة وجذورها الآن هنا في هذه الأرض المباركة، وهي تصل إلى كل قلب جزائري، إلى كل شهيد جزائري، بلد الشهداء بلوحة وفاء هنا في القدس الشريف. نرسل تحية حب إلى هذا الرئيس الرائع، وإن شاء الله نشاهده قريبا وندعو له بالسلامة والعافية من القدس الشريف. يعني في هذا اليوم نحن نكرم رئيس الجزائري الذي اختير هذا العام للداعم للقضية الفلسطينية بمواقفه التي دائما هي بكل فخر بما يقوم به الرئيس الجزائري، ونتمنى له الشفاء العاجل من الله سبحانه وتعالى ولمواقفه الحرة، مواقفه التي تدعم القضية الفلسطينية. نحن هنا في جبل الزيتون مقابل المسجد الأقصى المبارك، ونعاهد الله ورسوله ونعاهد كل الشرفاء أننا إن شاء الله سنبقى على عهد رسول الله محافظين على القدس عربية إسلامية بإذنه سبحانه وتعالى، إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى بتحريرها من براثن الاحتلال. تحية اعتزاز وتقدير من القدس قبالة المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، مصر الرسول عليه الصلاة والسلام،
إلى الرئيس الجزائري الحقيقة من خلاله، نتوجه أيضا إلى الشعب الجزائري الحر الأبي الذي قدم الشهداء من أجل التحرر، ونحن هنا في القدس أيضا نناضل من أجل التحرر. إذا نحن والجزائريين يجمعنا الكثير عندما نتحدث عن الجزائر الحرة الأبية الذي قدمت الشهداء وقدمت الكثير. فمن خلال فخامة الرئيس نقول أن تكريمه هو تكريم لا الشعب الجزائري، هو تكريم للأحرار في العالم، تكريم لكل الشخصيات التي تقف مع القدس وتقف مع فلسطين وتقف مع القضية الفلسطينية. حفل تكريم شخصية العام سيكون، وإن شاء الله صوت الرئيس الجزائري سيكون معنا هناك في مسرح الهلال يوم الاثنين إن شاء الله، في ممارسة حق النضال وحق المقاومة بطرق مختلفة، بطرق تستحق أعتقد الحفظ والتقدير. لجير ورا جيل ستكون شجرة الزيتون تحفظ تاريخ وتحفظ عهد وتحفظ من قدم لفلسطين ولو بالكلمة. فلسطين تستحق، وفلسطين قضية الأحرار. شكرا جزيلا.